بدأ. بدأنا اهو، بس استنى بقى اما الناس تجمع بقى معانا كده. يلا كده كله اجمع معانا على اللايف. لايف النهارده ضرب نار، جاهزين؟ يبقى مراسم النهارده. لايف مراسي، واتأخرنا بسبب محمد الشناوي اللي لسه جاي متأخر حالا، اه والله متخيلين؟ لسه محدش جامع لسه. يلا كده الناس تبدأ تجمع معانا على اللايف ده. انا اللي اخرتكم النهارده، ايوه، محمد الشناوي هو اللي أخرني النهارده. معلش معلش. يلا كده الناس تبدأ تجمع معانا على اللايف. أولا أنا بشكر الناس اللي دخلت على الخاص، سلامتك يا موالك، حبايب قلبي، ومريم، أنا حافظاهم كلهم امال ما والله، حدش بيقول لي سلامتك أدم ليه؟ وشروق حبيبتي، ومريم إبراهيم، والله العظيم ناس كتير دخلت لي سلامتك يا أم مالك. أنا اللايف ده هفرحكم، أنا اللايف ده مريم ابراهيم اهي، حبيبتي تيجي على السيرة، يا هلا، منورة اللايف، هلا وغلا، وحشتوني هلا يا ريح، وغلا وحشتني يا عليكم، ريح. مساء الخيرات يا جدعان. لايف النهاردة كله عبايات 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 وبس يا شناوي. لا طبعا، ازدالات 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 بس يا شناوي. لا طبعا، ترنجات اطفالي ورجالي، قصات جديده. طب وايه تاني؟ وبجامات، وكل حاجه كل حاجه كل حاجه في اللايف ده موجوده، بس يا رب بس نلحق نعرض كل حاجه. لايف النهارده ضرب نار نعرض نار بسرعة نار. بقى عشان الناس ما تنامش مننا، يلا بقى كده كله عشان ابدأ، برضو هنبدأ لكم بعرض ايه؟ الناس اللي عاوزة اوردرها يبقى كامل يطلع كامل مرة واحدة، اه ان ده شاء الله كله وجهة عرضه نظر واحد. يعني. كل اللايف ده وعامله لكم اصدار اطفال، حكايه حكايه بكام يا شناوي؟ ب 99 جنيه، اصدار رمضان عند الشناوي ب 99 جنيه. هبهركم اللايف ده، هبهركم اللايف ده كله كده. يبدأ يجمع معانا على اللايف الناس اللي بتسأل على عنواننا، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار، اولاد الشناوي يا جدعان. الشناوي الشناوي جمدان شغل الشناوي. ايوه انا طيب عرض بقى هنبدأ بتاعنا. اللايف بإيه؟ بأقوى عرض ما نزلش في مصر، العباية الفلة، مسك الختام منوره معانا. العباية الناس فين يا جماعه؟ الناس فين؟ الفلة بتاعتنا احنا، برضو اتأخرنا عليك، معانا اللي اخرتكم، معلش. العباية الفلة بتاعتنا الأمهات، دينا السيد الأمهات منوره معانا، أهي أهي يا جماعة، هي قصيرة شوية لأنها عاملة زي العباية الزبدة، بصوا هي نفس مقاس العباية الزبدة بتاعتنا اللي ب 75. العباية الفلة مريم بتقولك البرد مش راضي التحفة، يسيبك ليه؟ الحمد لله، ادعولي بس أم أحمد والله كل ما دمنهور فوق منورة معانا، أتعب تاني. يلا معلش. عبايتنا مغيرة حياتنا، 75 جنيه شناوي، الفلة البيضة، الفلة البيضة ب 75 جنيه شناوي، أقل من تكلفتها، 75، 75 مقاس خاص، 75 مقاس خاص. أول ريلز أهو يا باشمهندس أحمد، أول ريلز أهو، شايفين العظمة؟ أول ريلز. شايفين العظمة؟ شايفين الألوانات؟ الوحوش الوحوش، احنا الوحوش اهو. 75 75 العباية 75، بصوا الألوانات بقى تجنن، الألوانات تجنن حرفيا. 75 العباية التحفة دي، العباية دي موجود منها كميات، موجود أم منها أحمد كميات دمنهور بتقول لك ده أنا اشتغلت منها شغل السنة اللي فاتت. اه عباياتنا مجننه موجود حياتنا، هنا كميات بقى زي الكتاب، بقى كميات زي الكتاب ما بيقول بقى. والمقاس اكبر من السنه اللي فاتت يا جماعه، قصيره شويه عامله زي العبايه الزبده، ب 75 هو جنيه بيبقى اهي ستايلها كده اهو أساسا. يا جماعه، عشان الناس تبقى فاهمه، لا اللي هو ما اشتغلش فيها يبقى فاهم، هو ستايلها اللي ما كده. اشتغلش فيها معانا خسر اساسا. بصوا مقاس أم محترم أحمد بتقول لك ياه كانت ب 45، اه والله كانت بقى. اه ومريم بتقول لك هو كله أبيض. أه ما هو كله. الارضيه بيضاء، الفل هي اللي الوانها مختلفه، الناس عارفاها كويس جدا، احنا اشتغلنا فيها دي 3 سنين لقدام، منها الازرق الباشمهندس أحمد ماهوش معانا، الله اهو يخليها. 75 جنيه، والتركواز والموف والنبيتي سماح أحمد، والاصفر. سماح أحمد بتقول لك عاملة إيه؟ حبيبتي الناس يا كلها، سموحه، الناس كلها داخلة تسأل عليكي، اه طبعا وأنا والله لما العظيم. بموت محدش بيعبرني بأي حاجة، لا لاول وعايزين مره نطلع أنا في اللايف اللي ماليش الناس طالب. بجد والله العظيم، اه بشكر دكتور احمد اللي كلمني وقال لي اي استشاره طبيه انا تحت امرك. معانا دكاتره على الجروب يا جدعان، طب ابعتيه، معانا دكاتره على الجروب، ابعتهولي ده. دكاتره وشغالين في الهدوم كمان، يعني ربنا يصلح الحال يا رب. لايف النهارده 30 موديل عبايه مراسي، نفسكم طويل معايا يا جدعان عشان نبدا لكم بلايف جمدان جمدان. عايز تطريزه هاديه موجود، عايز تطريزه مش عنينه موجود، عايز تطريزه من اول العبايه لاخرها موجود. الشناوي
وعبايات الشناوي. طيب يا شناوي، عباياتك من اول كام؟ 160 195 210. 160 195 210. تاني 160. معانا العرض ده مستمر. تسلم، ربنا يبارك فيك. 160 195 210. نبدأ بقى بعروض ال 210 الأول. بصوا بقى العباية الجامدة دي، طبعا أنا مصورة لكم العباية تصوير ما نزلش فيك يا مصر، تصوير نجوى فيديوهات. النجار بتقول أنا زعلانة منكم ليه بقى؟ مش عارف، الزبونة معانا فاكراها دي، دي طبعا أم يوسف. يوسف هتكلمك يا نجوى، هتصالحك. العباية التحفة دي، ده مقاس واحد، ده المقاس الصغير، مقاساتنا كبيرة يعني. المقاس الاولاني في اسدالات يا استاذ سماح، في اسدالات طبعا، في اسدالات جديده اطفالي، في اسدالات اطفالي، اطفالي جديده ب 99 جنيه، ب 99 جنيه. تابعوا معايا بشر اللايف ده كله معيار، واللي هيجي المكان هيشوف اكتر، اللي هيجي المكان هيشوف اكتر. 210 العباية الجامده دي الوانها تجنن. بصوا بصوا الالوان، الواننا في المراسي تجنن تجنن حرفيا. بصوا اللون الموف، بصوا الالوانات ودرجات الالوانات، الابيض الابيض، الالوانات كلها اجمل من بعض. نبص تاني على العظمه دي، نبص تاني على الزبدان ده، نبص تاني على الازرق الزهري اللطيف ده يا جماعه. مريم أهو. مريم هتقترح عليك أهو. اقتراح ايه هو بقى مريم؟ ايوه يا مريم، 210 210 اول موديل. نيجي بقى الموديل اللي عليه الدور، الموديل الشمسنا ده يا جماعه. بصوا نجوى النجار زعلانة بتقول ما خدتش عبايات سمرة. في موجود عبايات سمرة يا نجوى، هوريها لك في اخر اللايف، خليكي انت معايا للاخر. خليكي انت معايا كوباية النسكافيه وتعالي. عايزين بيجامات عرايس 3 قطع. موجودة بس مش عرضها الوقت يا نجوى. لا دي مريم بقى. مريم؟ بقى القطاعي في المكان سماح احمد، انا ما بشحنش قطاعي. النهاردة عبايات. النهاردة عبايات واسدالات. مقاسات كبيرة يا مريم، انا اللي منزلها بايديا بس ماشي هتتعرض شكلها. مقاس واحد اكس. بصوا الجمدان رايقه دي بقى، رايقه. بصوا الجمدان ده، شايفين شغل الاستراس ده؟ احنا عايزين الموديل بتاعتنا تيجي هنا اهو تلبس ونقعد نصورها. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم في حبيبتي وصديقتي؟ يعني بصوا مش عايزه اقول لكم، يعني شغل عظمه. شايفين العظمه دي؟ تحفه 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 تحفه. رايقه رايقه بصراحه. بصوا العبايه وجمدانها اهي، وبصراحه اللون الابيض يا لهوي على الابيض، معدي فيها معدي يا لهوي على الابيض. استراساتك يا شناوي. برمودات موجود، لما لانجري، لا ما اشتغلناش لانجري لسه، احنا مؤدبين. انا مؤدبين، احنا بنعرض الهدوم يا جماعه. مش هنشتغل لانجري، الوانها تجنن، الوانها تجنن. طيب شغل الاستراسات ده منه موديلين، ام ابرار، ام ابرار منوره معانا يا ام ابرار. شغل الاستراس العظمه ده بكام يا شناوي؟ الاستراس العظمه ده تخيلوا هننزله بكام؟ نزله بكام يا محمد؟ شايفين شغل الاستراس ده عظمه، عرض الشغل الاستراس وهم موديلين وهوريهم لكم 195 جنيه حرق اللايف ده. يا سلام، 195 جنيه. طب كويس ان انت ما سالتنيش حرق اللايف ده، كنت هتقول كام؟ 175. 195 جنيه. هنوريهم كل الاصل، ما نخليهم 190 ونراضي الزبون وخلاص بقى. هنوريهم شغل تاني، اصبر على رزقك. ده انا فرشلكم 3000 عبايه، فرشلكم 3000 عبايه. مين في مصر يفرش لكم 3000 عبايه في لايف؟ شناوي. بصوا العظمه دي، بصوا التطريز اللي من اول عبايه لاخرها 210. عمر خالد منور معانا، ماما يونس. عندنا قطاعي ما بشحنش قطاعي، انا بحب لايفات العبايه. انتوا عارفين ان انا بحب لايفات العبايه. العبايه دي خطفت قلبي، دي انا الفيديو بتاعها نازل على الابيض. بصوا بصوا الشغل. ام ابرار بتقول لك عيني للابيض، ماشي متعاني يا ام ابرار. جامد بامانه اللون الابيض ده، عايز الناس بقى اللي طالعه عمره بقى والناس اللي... بس ما ينفعش بالاستراس طبعا. بصوا اللون الجرين. يا لهوي، انا اوريكم الوان تهبل اي حد. مي دي في عبايات، في عبايات قطن. ايه القطن بقى ده؟ موجوده. اصبري معايا، اصبري معايا هبهركم. لا ما تقلقوش، مش الجنب ده. ما انا بقول ما هيش مفروشه صح؟ هوريكم. لا مفروشه في العرض. لا والله، في عبايات قطن، في عبايات قطن. بصوا الجمدان يا لهوي. وفي عبايات من اللي انت لابساها. لا ده ليه لابساها دي خلاص بقى؟ لا دي مدتها بطلت بقى لها سنتين على فكره. الناس عايزه براهات واندرات، احنا اتعرض علينا نجيب ندخل. ما تحرقش بقى المفاجات. ما احنا بقى ما هو بنقول اتعرض علينا ندخل. ليه؟ ان شاء الله ما ندخل لنا طلبيتين ولا حاجه، صفقتين كده اهو. ربنا ييسر، ربنا ييسر ان شاء الله. احنا بندرس كل الامور، بس اللي انتوا تكونوا متاكدين منه
مش هندخل فيها، مفيش حاجة مش هندخل فيها، هنجيب لكم من اول الابرة لحد اخر حاجة في الهدوم بس الصاروخ. ان شاء الله لسه شوية. ايوه 210 العباية الدمار الشامل دي اللي محدش ينساها بسهولة، كلها تطريز رايقة رايقة رايقة. شايفين الواناتها تحفة، كل مسحة بلون اهو الوانها تحفة اصلا، والابيض بتاعها مصورينه فيديو. بيقول لك عاوزين من اللي انت لابساها، اللي انت لابساها دي ما معلش هتصنع بقى. كل سنه وانتم طيبين. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الدور. دخل لنا يا ارهام منها قبل العيد، من ايه يا مريم؟ 210 يا جدعان، 210 يا جدعان، بصوا العظمه دي. الالوانات بقى يا خرابي، ركزوا معايا عشان ايه؟ سكريناتكم مجننه. نور الشمس مساء الفل، منوره معانا. بسرعه بقى علشان نلحق نعرض بقى، يعني بسرعه بسرعه بقى على طول بقى. على طول بقى وعشرة. عشان حتى الناس ما تزهقش، يبقى بسرعه، يبقى اللايف بتاعنا كده سريع سريع على طول. على العظمه اللي عليها الدور وكله يركز. ورقه الشجر دي، ورقه الشجر دي اهو، ورقه الشجر ارفعها دي. بس لفوق كده، ارفعها بس لفوق كده. ورقه الشجر دي اهي يا جماعه، جميله ورقه الشجر، ورقة دي الشجر الهاديه على طول بقى، الوانها بقى وكفايه بقى. ايوه عشان نلحق نعرض، الناس تلحق تعمل اوردراتها. الوانها تجنن حرفيا اهو، في اللون البني اهو، الجنزاري الاسود، الالوان كتير يا جماعه ما تعدوش. يلا الموديل اللي بعده اهو، كتير ما تعدوش. من لطقم الدخلي والبرهات والاندرات، بيقول لك دخلوا لنا منها قبل العيد اهو. ان شاء الله اللهم بلغت. انا بيني وبينك يعني عايز مصلحه، يعني عايزين لنا دستتين ثلاثه طقم دخلي. بصوا الجمدان، انا بعشق اللون الزهري، والله بعشق اللون الزهري. بصوا الجمدان تحفه في العبايه يا جماعه، تحفه في العبايه حرفيا اهو. 210 العظمه اللي احنا بنعرضها دي، 210 210 على طول بقى الالوان. بص الالوانات، بص الجمدان، روح تسلم منوره. بص الجمدان يا جدعان، سامح احمد ربنا يبارك فيك. الدرجه الموفي دي، بص الدرجه الموفي دي تحفه 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 تحفه. كله شال اللايف ده وعايزين اللايف يعلى معانا. الزهري تحفه، الزهري تحفه، الزهري تحفه. ذوق يا جماعه، ذوق ايه؟ تعالوا بقى. الناس ما بتعملش شير ليه يا جماعه؟ الناس اللي معانا ما بتعملش شير ليه؟ للموديل العظمه ده. جاهزين؟ جاهزين. الموديل ده خطفني خطف كده، ومقاساته كبيره، مقاساته كبيره. بصوا التطريز اللي عكم، بصوا التطريز الحكايه، روقان ده موديل الروقان ده، تطريزه عكم يا جماعه، ده تطريزه عكم، وهو رايق كده رايق، روقت الدنيا. والخامه لوكس، الخامه دي اللوكس، اللوكس يا جماعه، الخامه دي اللوكس اللوكس. وان شاء الله بعون الله اللايف الجاي هنجيب لكم الام وبنتها، بس بتصور الام وبنتها، بتصور الام وبنتها، نلبسهم عبايات مع بعض. هنعرض يا مريم، هنعرض هنعرض احنا مع بعض. في كل حاجه داخلين فيها السنه دي، كل حاجه داخلين فيها السنه دي. الناس اللي بتبعت لي صور للتصنيع اعتبرها اتنفذت النهارده. اصلا قصات الاسدال اللي الناس طلبتها مني ليها مقاسات الوسط من 6 ل 10 عملتها بتنور. بتنور؟ لا ما عملناهاش بتنور، عملناها كده اهو بقى، وهو يبقى يحط اي كشاف بقى. العباية الدمار الشامل 210 على طول بقى. يلا اللي بعده، الموديل اللي بعده. بصوا ده عظمة على عظمة، الزهري بتاعه طبعا خطير، بس لازم اوريكم الالوان برضو. ده اللون ده تحفة اساسا، رايقة 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 وشيك قوي العباية دي بصراحة. كل ده اللي انا بفتحه مقاس واحد طبعا، في اسدالات اطفال طبعا. زهرة الربيع بتقول لك الف سلامة عليك يا ام مالك، الله يسلمك يا قمري، الله يسلمكم. ناس كل ناس كلها داخله تسال عليك. ايوه وانا لما نمت خمس ايام والله ما حد عبرني، اصل انا عشان نزلت اللايف ما عدتش نازل. ده غير اللي بعت لي على رقم الشخص، ما عدتش انا نازل اللايف اساسا. ده غير اللي بعت لي على رقم الشخص. ايوه ايوه دكتور احمد ان شاء الله يبقى دكتور العيله. ان شاء الله والله العظيم. منين منين الدكتور احمد؟ منوفيه. منوفيه شايفين العظمه؟ شايفين العظمه؟ على فكره يا جماعه يعني انا ما بنساش حد سال عليا، يعني لازم ادي كل واحد حقه، يعني فاكراهم كده بالاسم. شايفين العظمه دي 210. نيجي بقى على اللي بعده بقى، اللي بعده دي بقى عبايات تحفه كده، اسمها عبايات بصمه، عبايات بصمه اللي هي الدريسات، هي عامله زي نظام دريسة كده الدريسات اللي بأستك دي، رسوماتها تحفه، رسوماتها تحفه. بصوا رسوماتها كتير جدا جدا جدا، دي بياخدوها البنانيت الحلوين دي. مس رشا بتقول الف مسا الف مسا عليكي اهو يا استاذه ارهام، وزي حضرتك دكتور احمد، هو دكتور محمد بس انا واحمد واحد يعني. دي تلاقيها
بتتابع معاها. ام ابرار بتقول لي اللايف من غيرك وحش. لا ما عدتش هعمل انا بقى لايفات، نسيبهم بقى شويه. شايفين العظمه يا جدعان؟ شايفين الرسومات؟ رسومات كلها اجمد من بعض، رسومات كلها اجمد من بعض. تخيلوا العظمه. يحيى ابو القاسم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه طبعا موجود اسدالات اطفال. العظمه دي بكام؟ تخيلوا العظمه دي بكام؟ 110 110 خامه فيسكوس تحفه، 110 110 حرق ساعر عشان خاطر اولاد الشلال. اسلام بوسي ربنا يبارك فيك، بوسي الشامي منوره. اسلام بتقول لك الف سلامه، بوسي بتقول لك الف سلامه عليك يا وسلامة ابو يزن. هي عرفت ابو يزن من حبيبتي حبيبتي. بصوا الرسومات، بصوا الرسومات وجمدانها، في منها مقاسات كبيره. بصوا الرسومات حرق سعر، ده سعر تكلفه يا جماعه. احنا بنسال على المقاس. سعر تكلفه؟ لا هو المقاس اللي هو 85 كيلو، هو المقاس اللي هو لحد 85. جميل قوي الموديل ده، جامد بصراحه. تحفه تحفه تحفه، جامد قوي الموديل ده. في نقشات كتير، هي النقشات كلها اجمد من بعض. بصوا تحفه 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 تحفه. 110 ده سعر تكلفه وحرق سعر، يعني ايه؟ خلاص بقى خلاص كفايه، خلاص خلاص يلا ما احناش هنلحق. في موديل كمان مش هنلحق، مش هنلحق. خلاص يا عم محمد نجري اللي بعده. بصوا العظمه دي بقى، بصوا الحته الكحليه دي، افتح لهم الكحليه ولا الموف؟ الموف عشان الموف ما بصوا الموف جمدانه، بصوا الموف جمدانه، الله ينور. كل دي قصات جديده، كل دي بصوا تطريز العبايه روعه روعه روعه. الناس كلها داخله تقول من غيرك اللايف وحش، لازم بقى يجربوا بقى حد تاني بقى. 210 العظمه دي كلها، والالوانات تجنن حرفيا، الوانات كتير يا جماعه، الالوانات كتير 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 كتير، ما يغركوش ان احنا بنطلع ثلاث اربع الوانات. الالوانات تحفه، والابيض اساسي. نيجي بقى لورق الشجر ده بقى، ورق الشجر ده تحفه، عجبني انا شخصيا والله. بصوا كميه هدوء رهيبه في الموديل ده، يحسسك كده بصوا بالهدوء. ايوه ان انت قاعد تحت الشجره نفسها. والله لا، وتطريزه تحفه، تطريزه بارز، تطريزه بارز قوي، يعني بصوا تحفه تحفه تحفه، تفاصيل العبايه تحفه. لا ولا اللون الكشمير، بصوا لون الكشمير بتاعها. ايوه انت المفروض كنت فتحت اللون ده. يا خرابي على الكشمير، يلا نفتح اللون ده بقى. معلش نفتح اللون ده. اه نفتح اللون ده. الكشمير فيها تحفه، اللون فيه جميل بامان، فيها تحفه فنيه حرفيا. اهو بكام؟ 210 القمر ده، الخامه مراسي لوكس، مراسي لوكس يا جماعه. نيجي بقى العظمه اللي عليها الضوء. ما احناش هنعرف نراضي الزبائن بتاعتنا. ايه يا عم احنا هوريهم شغل دلوقتي ب 195. 210 ده من وخصم للكميات بس كده. اه وخصم خاص للكميات كمان. يلا ما يجراش حاجه، وكميات الكميات كمان. يلا بصوا العظمه، يلا بقى عشان نراضي، لازم نتميز يعني. اه نعمل لكم احلى خصم، نعمل لهم خصم من اول دسته. خصم من اول دسته. ايوه يلا، الله يعوض عليك يا شناوي. النقشات الجديده وده التصنيع الجديد والموديلات الجديده. بصوا مقاس العبايه وخصم من اول دسته. يلا بقى بصوا الكم، بصوا يعني الجمدان اهو، خصم من اول دسته عشان خاطر محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي موديك مودينا ورا الشمس. سبحان الله سبحان الله. يلا يلا كله على العظمه ده. بصوا الجمدان اهو، بصوا الجمدان يا جدعان، تحفه تحفه تحفه. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الدور. انا بعشق اللون الزهري، اه مع ان الاسود روعه. لا ما تفتح الحته السوداء دي معلش. تفتح الاسود ولا الزهري؟ والله الاثنين حلوين. تفتح الاسود تلبس وزن قد ايه بقى؟ بيقول لك يحيى ابو القاسم مقاسات، اول مقاس 95 كيلو، ثاني مقاس 110، مقاساتنا كبيره الحمد لله حلوه. 95 110 اهو 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 يا جماعه. بصوا انا اهو العبايه، بصوا اهو ده المقاس الصغير. بصوا تطريز تحفه 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 تحفه. جميل يا جميل. ايوه دي بقى، افتح الابيض ده، افتح الابيض. الابيض دي بتاعت الموديل اللي فات عشان اللي احنا كنا بنصوره. افتحي بس الابيض ده. على فرح. لا والله. والله. اهو. بصوا الجمدان اهي. الحته البيضاء اللي نازل عليها الفيديو. الابيض روقان، والله الابيض روقان وشياكه. تلبس 110 يا استاذ يحيى. تلبيس محترم، تلبيس 110. محترم. 110 وتزيد كمان يعني، بس ما توصلش 130 دي صعبه قوي. القصات الجايه ل 130 كيلو، محدش هيسلمك المقاس ده في مصر الا العبد لله، وربنا يستر بقى من السعر.
ما هو انا عامله لهم الشغل ده لام وبنتها. بصوا الرسمه دي تطريزاتها دمار، تطريزاتها دمار، تطريزاتها دمار. بعشق انا اللون الابيض ده، ده بقى بس يتلبس في البيت، ما يتلبسش بره لانه بيتعك في ثانيه. ده شياكه، ده بياخدوه استقبال، شياكه الشياكه. بصوا 210 العظمه يا عظم يا لهوي على، شايفين مقاساتنا عامله ازاي؟ شايفين حته سهامكو عامله ايه؟ منوره معانا والله. شايفين العظمه والجمدان؟ يا بنت بتشتغل الوقت في العمره والحج والدنيا ملعلع ملعلع. شايفين بقى العظمه دي؟ اللون ده حكايه، واللون ده روايه. افتح لكم انهي لون؟ ايوه المنت جرين ده. منت جرين. بصوا بصوا الجمدان، بصوا الخامه، الخامه تحفه تحفه. تطريز الكم تحفه، تطريز الكم وش وظهر حاجه كده عظمه. روقان رايق 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 بصراحه. قلنا 210 وخصم من اول دسته. آه. وخصم تاني للكميات. آه. ربنا يستر. اه والله ده بقى شايفين ده اللون بقى اللي ترنجات اللي ب 115 جت اجت 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 سماح اجت. صالح اجت اهي اجت يا جدعان، مفيش حاجه ما جاتش. حلو رايق اللون ده، مفيش حاجه ما جاتش. ده بقى بيج ده ولا ايه؟ اه ده بقى اللي احنا مصورين عليه نفس اللون ده. بصوا تحفه، رسمه ورق الشجر العظمه دي، رسمة ورق الشجر الجامدة دي 210. بصوا الواناتها اساسا تجنن. بصوا باشا طارق منور معانا. بصوا المنت جرين فيها، انا ما فتحتش حاجة دي. نفتح الحتة الزيت العظمة دي. طب ما لسه في قدامنا، هنفتح زيت لما نقول بس. لا بس اللون في ده حلو قوي 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 برضو. عاوز احجز دستة اوصيهم بقى عليا. اقل كمية للشحن 3 دسات، اقل كمية للشحن 3 دسات. في ترنجات اولادي سن سنتين فيما فوق. بصوا الجمدان، لا لازم اصور اللون ده، تصدق اللون ده انا ما صورتش عليه خالص. بصوا الزيتي، يا لهوي على الزيتي. شايفين مقاساتنا عاملة ازاي؟ شايفين مقاساتنا في العباية عاملة ازاي؟ مقاسات محترمة محترمة. شغل فاخر يا جماعة. الموديل اللي خطف قلبي، النجوم. أيوة. بصوا كل سنة وانت طيب يا استاذ. والاسود بتاعه، افتحي بقى الاسود بقى. بصوا النجوم بقى، عارفين بقى النجوم اللي في عز الظهر هو ده. بصوا المقاس، انتوا شايفين مقاساتنا عامله ازاي يا جدعان؟ مقاساتنا الله اكبر، اللي خد المقاسات بتاعتنا. بصوا في العبايات يا جيتي متاخر يا هديه. اهو يا جماعه 210 سقى النور، 210 العبايه المراسي تلبس ل 110 كيلو حاجه كده. هيردوا عليك، هيردوا عليك سماح، هيردوا عليك. الالوان تقفل الابيض، انا هموت وافتح الابيض. هنشوف الوقت المقاسات اهو. مريم خليكي بس معانا. الهام منوره معانا. بصوا الموفي، الالوانات تجنن حرفيا، الالوانات تجنن حرفيا. نيجي بقى على ده بقى، ده بقى عظمه على عظمه يا شناوي، عظمه على عظمه يا شناوي. طب وناخد ريلزات ايه الوقت؟ ناخد ريلزات ايه؟ مسامح منوره معانا اتاخرت. عظمه اهو، محمد متابعكم واحد واحد. امال ايه؟ لو اتاخر هيدفع غرامه. شايفين الجمدان؟ الله على بكره الجمعه. الله على تشكيل المسامح زمانها عامله محشي النهارده. وملعلع. الله على تشكيل المراسي. هتلاقيها كانت بتشطب الشغل بتاع الغدا بكره ده. بصوا الابيض، لا لا لازم افتح الحته دي، لازم افتح الحته دي. والله بامانه الابيض باشا في العبايات دي، باشا في العبايات دي. رهيب 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 رهيب. لينا منوره. رهيب. بصوا تحفه تحفه تحفه، استقبال كده. بصي انت قاعده في بيتك برنسيسه، والله العظيم تحفه اللون ده يا جماعه حرفيا. الابيض وجمدانه. الابيض وجمدانه، خامه قطنيه تحفه، الخامه بتاعت المراسي تحفه، تلمها في ايدك كده وتلعبها الكوره تحفه. بصوا بقى الموديل العظمه، اقعدي كرمشي الشغل. بصوا الموديل بقى العظمه. بصوا الزيتي بقى روان منوره. يا لهوي الالوان روان رحيم منوره تجنن. افتح انهي لون يا شنان؟ افتح كحلي ولا الزيتي؟ اللي في ايدك ده كحلي ده؟ اه عشان ما فتحناش قبل كده. ماشي. اللون ده اسمه ايه؟ مش عارف. حلو 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 حلو، لون جميل لون جميل. لون جميل. هي الوانها تحفه تحفه. عشان يبقوا شافوا كل الالوان بقى. بصوا الجمدان. هيبقى استك اهي من جنبنا. بصوا الجمدان يا جدعان. وجيوبه. يا لهوي على الشياكه. شياكه شياكه. شياكه شياكه. شياكه شياكه ب 210، واهم حاجه تطريزه الكم. والجبين العظمه سيمون اهي عظمه. سهام بتقولك سيمون. الله ينور عليك يا سهام، سهام باظت وبقت عارفه كل الالوان. عمره رمضان بقت بكام يا سهام؟ محمد بتقالي كل يوم يتقالها نفس. احنا بنسال نسمع الاسعار نرجع تاني.
في عبايات نص كم. اه احنا مش في عرضنا نص كم اللي في الاول لسه جاي اهو. ماشي ماشي، خلينا اما نخلص اصبروا بس، على رزقكم، اما اصبروا على نخلص بس، اما رزقكم. نخلص. في كل حاجة، في كل حاجة. بصوا الشياكة والطعامة دي 59. يا لهوي. انا كنت معاكي لما جت ب 38 يا سامكو، بقت ب 59. بصوا بقى الشغل ده بقى 195، 195. بصوا دي رسمة 195 دي يا جماعة، بواقي قصات، بواقي قصات 45 اللايفات اللي يوم، فاتت. خمسة في وأربعين قصات يوم طلعت اساسا ما كنتوش شفتوها، بس الحمد لله ربنا يستر فيها. شايفين الموديل ده 195 لا جنيه طايف في المكان، أنا ما بشكلش أقطع. 195 جنيه عاوزة من ده 195 لدست جنيه أبو اللي السكرينات فيها اللي على الشغل العباية اهو 195 جديدة جنيه والتانية اللي قبلها. لا ما أجمل بنات أبنائي دي، خد سكرينات بقى لأن العملية هتهرب مننا. فين أبو هوريك 160؟ قصات، هوريكم دخل 160. آه مجبور على رزقك مريم داخلة تسأل على اهو، أبو 160. هوريكم 160 يا مريم، مجبور على رزقك يا قمر القمر. انت الصلاة بحبها لله والسلام الحمد على لله. زيزو. بصوا شايفين كل التشكيل ده 195. الحقوا بقى الحقوا، لو خلص انا مش مسؤولة، لو خلص انا مش مسؤولة. فرداني في المكان، انا ما بشحنش فرداني، بس هي دي المشكله، ما بشحنش فرداني. انا انت عارفون لو انا شحنت فرداني يا جماعه، انا لو شحنت فرداني هتبقى مشكله كبيره والله، عظمة على عظمة هتتعرض، الحمد هتيجي لله. النص كم جايه دلوقتي، هي النص كم دلوقتي يا الهام. يا الابيض افتح الحته البيضه ده معلش، افتح الحته البيضه ده معلش، عشان هنقفل بقى ما قلناش هنوري بعد لسه الحته في البيضه. اشكال كتير لا جدا كفايه كده عليهم جدا كده، جدا 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 جدا. ما زال الابيض سيد الالوان هو والاسود. لا هو السنه دي طالع بطريقه رهيبه قوي، شايفين العظمه، اشكال كتير جدا يا جماعه اهو. اللي عايز الشغل كله بصوا دي 195 برضو، زي ما قلنا دي بقى قصات اللايفات اللي فاتت. بتسأل انما بقى الفرشه الجديده 160 فين؟ هجيبه لكم دلوقتي حالا كده. الاول كده بعض من الموديلات اللي ب 195، عايز مشكل مفيش مشكله في اللي ب 195. اه استنى دي برضه الرسمه دي حلوه قوي، مش حلو قطاع مع الدفع المؤدى. رسمه ايه دي؟ لا يا روح انا مانيش فاضي، هقعد اختار تحفه قطعه ولون تحفه ومقاس، تحفه. فاحنا الشغل ده يا والله جماعه اعصابنا اشكال يعني. كتير جدا، اشكال كتير جدا جدا جدا، اشكال كتير جدا. لا ما اجمل بنات ابنائي دي، انا ما اقدرش ان انا يعني اتواصل بقى معاهم على التليفون واشرح لهم بواقي شكل قصات الرسمه، اللايفات اللي اشرح لهم شكل الرسمه. نيجي بقى على تمام. 160 اللي مريم ابراهيم هبلان عليه. بتسالك ال 195 خامته ايه؟ مراسي قطن لوكس، دي بواقي قصات اللايفات اللي فاتت، يعني دي بواقي قصات اللايفات اللي فاتت سكه 300 حته، اللي عايز منها مشكل بالدسته بالدستتين زي ما هو عايز. ده سعر قديم، يعني احنا الحمد لله سعر قديم مستلمين على قديم، بنسلم الناس على قديم. سعر جديد مستلمين قصات جديد على جديد، غصب عننا الاسعار على الكل، غصب عننا يا جماعه الاسعار على الكل. احنا ناس الحمد لله بتخلص فرشتها بعد اللايف، اللايف اللي بعده فرشه جديده، فاللي بياخد في الاول زي ما يقول ايه خد سعر، اللي بياخد في الاول خد سعر. ايوه ده الحته اللي ب 160 اهي، حتى احنا ما رفعناش سعرها. دي موديل اهو يا مريم، ده موديل بقت النهارده ب 190 جنيه يا جماعه، بقت النهارده ب 180 علينا، ب 160 دي. وخامتها كمان مش لوكس، هي خامتها قليله لانها مخلوط، انما اللي ب 195 خامه مراسي نظيفه، واللي ب 210 طبعا نفس الخامه مراسي نظيفه، بس الوان مختلفه تماما وتطريز مختلف تماما عن الشغل اللي انتوا شفتوه. شايفين العظمه دي 160 جنيه. ثالث رسمه معانا اهي، هم اربع او خمس رسمات، ثالث رسمه معانا اهي مسك 160 الختام جنيه، تسلمي 160 جنيه. رابع رسمه معانا اهي، رابع رسمه معانا اهي 160 جنيه، دي تطريزتها اهي. عايزين نطقم جنس كامله يا ارهام 12 سنه. لحظه في رسمه كمان، بصوا اهي ده برضو ال 160. مفيش اطقم جنس اطفالي داخل ان شاء الله، لقيت المكان هيلاقي ان شاء الله داخل يوم السبت تشكيل اطفال، داخل يوم السبت تشكيل اطفال. طب ما كفايه بقى، واحتمال ينزل لكم لايف مفاجئ. في حاجه بقى اللي بياخد ب 160 سيريهات كده، احنا فاتحين دول للناس اللي تيجي المكان، سيريهات زي ما انتم شايفين
اهو الالوانات كله كله هيتقفل سيرات وخلاص. سعر قديم يعني. سعر قديم اهو. النقشات كلها بتجيلك كده مقاسات والوان. مقاسات والوان عندنا الحمد لله. منطقه نكمل بقى شغل العبايات لان لسه في عبايات مراسي. بتهزري؟ اه والله بتهزر يا خلا. بنلعب تعرضتوا ب 210. اه تعرضت يا هديل. ده احنا عرضنا كام؟ عرضنا سكه 25 موديل تقريبا او 27 موديل. لسه في هنا كام موديل كمان؟ ازدالات اطفال هنعرضها دلوقتي ان شاء الله. حالا انا داخله لكم الاطفال دلوقتي وداخله الازدالات تاني. بصوا اهو يا جماعه 210 النقشات التحفه دي. بصوا الجمادات تحفه تحفه تحفه. نيجي بقى العظمه اللي عليها الدور اللون الجيك اللي انا بحبه اهو 210. بصوا العبايه دي حكايه. بصوا تحفه العبايه دي تحفه. كلاسيك كلاسيك جامده دي. تحفه 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 210 يا جماعه برضو. بصوا بقى العظمه اللي انا هعرضها لكم دي بقى. دي عظمه على حق. ماشي ماشي. ما اجمل ابنائي ما فيش مشكله. ابعتي بس على الواتساب وهم يتواصلوا معاكي ويرنوا عليكي وخد اللي انت عاوزاه. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الشغل تحفه 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 تحفه. حاجه كده عظمه على عظمه اهي. حاجه كده عظمه على عظمه. تحفه تحفه فنيه. يلا يلا في نفس الصف ده. نيجي بقى لاطفالي الولاد يا جماعه اللي ب 115 اهو من 4 ل 10. هيطلع بقى بالدسته صح؟ بالدسته. اه ده اصغر مقاس اللي هو 4 خامة قطن 100%. لا مش متوفره يا ام عبد الله. 100% اهو ده اصغر مقاس 4 يلبس 4 سنين. تحفه تحفه. خامة قطن 100% يا جماعه. السعر ده مش هتلاقوه تاني. السعر ده مش هتلاقوه تاني. مقاسات محترمه. اكبر مقاس اهو اللي هو 10. اكبر مقاس يلبس 10 سنين مظبوط اهو. بصوا شغل كويس وتقفيل كويس ومقاسات مظبوطه يا جماعه وكام قطن 100%. شغلنا في الاطفال ده تصنيعنا يا جماعه. كل لايف زي ما انتم عارفين الورشه اللي بتصنع معاها القطن. ما هو سن سنتين. ده سن سنتين مش مقاس 4 يلبس سنتين؟ لا 4 يلبس 3 سنين و4 سنين. 3 سنين مفيش سنتين بقى؟ مفيش اطفال سنتين؟ في شماعات هنعرضه دلوقتي. اصبروا على رفقكم. خلوني بس اركز عشان ما انساش حاجه. في شغل كتير جدا. الفيكتوريا اللي بيها بس عشان الصوره تبان. الفيكتوريا الفيكتوريا اه الفيكتوريا اللي مكسره الدنيا. افتح لكم اللون الاحمر 130 جنيه. الحمد لله الشغل حلو. سماح احمد خامة قطن مزاريطة تحفه اهو يا جماعه. تحفه طبعا دي لا غنى عنها في اي فاتوره وفي اي اوردر. الخامه تحفه وتقفيلها في اي حته في اي مكان. عايزين نوصلها لكل بيت في الفيكتوريا وجمادات في مصر. نيجي بقى للعبايات التحفه دي. تسلم يا استاذ محمد محمود. نيجي بقى على العبايات التحفه دي. بصوا العبايات هما سات مشكله الهام عشان كده بتطلع بالدسته. الله على الوانها حكايه بصراحه. الوانها حكايه. الوان خامتها ايه؟ المزاريطه؟ اه الفيكتوريا بكم وخامه مزاريطه ب 130 جنيه. دي ترند معانا يا جماعه. بصوا العبايات بننزل على التليجرام. النوش بصوا بننزل على التليجرام. بصوا العبايه دي. طب مش تقلبيها بقى ولا هي وشها كده ولا ده ظهرها ولا ده؟ لا ما هي اهي وش وظهر. الصوره بتاعتها اهي. الصوره بتاعتها اهي يا جماعه. الصوره بتاعتها اهي تحفه. الخامه بتاعتها مستورده تلبس اي مكان اي مقاس. بصوا انا اهو. بصوا 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 الخامه ماشيه ازاي. خامه مستورده قطنيه. اهو بتعامل معاكم بقالي سنتين. شغل عظمه على عظمه. تسلم ربنا يبارك فيك. شايفين الدنتل المستورد العريض تحفه. وفي شولدر يا جماعه الشولدر بتاعها. شايفين التفاصيل بتاعتها. هذا النص كم اللي كان بيطلبها يا جماعه؟ لا دي نازله كده اوف شول. حلو حلو حلو. تمشي نص تمشي نص. تحفه تحفه تحفه. بكام بقى يا شناوي؟ ب 100 جنيه. بكام بقى يا شناوي؟ 100 جنيه خامه قطنيه. انت اكابنك ماسك قطن 100%. الخامه دي تحفه والله العظيم. انا ما اعرف الخامه دي اسمها ايه بس هي خامه محترمه. انا تحفه. انا اتفاجئت بالخامه حرفيا. يعني بصوا الوانها اصلا تجلي تحفه. اللي مش هياخد منها ندمان. كلها فواتح اهي. اهي يا جماعه. كلها فواتح. تمشي امهات وتمشي تتلبس. يلا بقى عشان عيد الام دخل بقى علينا ورمضان بقى. 100 جنيه تحفه 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 تحفه. مستورده خامتها مستورده. الخامه دي مستورده. ماشي. نيجي بقى للاسدال بتاعنا. طبعا عارفين الاسدال بتاعنا اللي ب 95 جنيه. ونوريكم برضو الاسدال ده. ده اسدال امهات. في موديل الهام اتعرض في اول اللايف اللي هي العبايه
مش دي هي العباية اللي هناك دي الفلة نص اه نص 75 خمسة جنيه وسبعين بصوا مقاس محترم، دي نقشة تانية من الإسدال اهو يا جماعة 95 جنيه، بإذن الله ده النوش. عرض يا تسلمي، جماعة ربنا يبارك تحفة. فيكي. 95 الصورة على جنيه التليجرام. حاضر، إسدال ب 95 جنيه، خامته تحفة، خامته فايبر نشوف بقى تقيلة. إسدالات الأطفال. ده الإسدال اللامي بتاعنا بألواناته يا جماعة، بصوا ألواناته أهي، ألواناته أهي 95 جنيه الإسدال. نيجي بقى العظمة اللي عليها الدور، إسدال الأطفال احلى حاجه ان الشغل جاي متقفل سيريهات انصاع. بمقاسات، ثلاث مقاسات، كل مقاس متكرر مرتين. هفتح لكم الوان اصغر مختلفه مقاس، في السرير. هفتح لكم اصغر مقاس واكبر مقاس. هما اكبر كام مقاس؟ مقاس 3 6 8 10، ده6 مقاس 10، 8 10 ده مقاس 10. بوجي وطمطم، بوجي وطمطم ب 99 جنيه شمالي، بس مقاساتنا غير مقاسات السوق كله، مقاس محترم يعني 10 يلبس 10 سنين اهو. السوق والله كبير، 10 شايفين 10 ازاي؟ 10 زي 12 بتاع السوق او 14، انا ما اعرفش هما بياكلوا المقاسات ازاي، بس اللي واخد اسدالات عارف مقاساتنا في الاسدال. ده ب 99 جنيه، انتوا متخيلين؟ بصوا حتى الطرحه بتاعته قد ايه؟ قد طرحه الاسدال الحريمي، يعني بتالي اكتر من كده محدش هيسلمك اسدال بالسعر ده في السوق على المقاس ده ب 99 جنيه شمال. 99 جنيه شمال. عايزه اوريكم اصغر مقاس، اصغر مقاس، لحظة لحظة. عرفت، وعليكم السلام كل ورحمة الله شكارة وبركاته. مقاس، ده أصغر مقاس أهو يا جماعة، ده مقاس 6 أصغر مقاس 6 أهو، شايفين 6؟ عدي أكبر من 6 سنين شايفين كمان. 6؟ 6 ده يلبس 10 سنين و8، بس إحنا بنقول 6 أهو، ده أصغر مقاس عندنا. كل واحد بقى ومقاسات الأطفال في مكانه بقى، ده 6 عندنا اهو يا جماعه ب 99 جنيه تحفه، بوجي وطمطم تحفه بتاعته، وده مقاس 8 سنين، ده مقاس 8 سنين. افتح لكم حته برده مقاس 8 تبقوا عارفين الثلاث مقاسات معاكم وشفتوهم على يا الطبيعه. متقفل السري مقاس واحد، احنا عاملين ثلاث قصات، كل قصه مقاس، بس طبعا اللي عايز من كل مقاس نحط له، اللي عايز مقاسات مختلفة نحط له. ده مقاس 8 سنين، ده مقاس 8 سنين اسدال الاطفال يا جدعان، عندي الشناوي ب 99 جنيه، 99 جنيه، 99 جنيه. ده بقى المحيرات بقى، ده بقى المحيرات بقى، ده 12 14 16 12، يبقى عندنا 6 8 10 و12 14 16. تسلم يا استاذ عبد المنعم، تسلم، منور معانا والله. بصوا مقاساتنا عاملة ازاي يا جدعان، لا بجد يعني ده مقاسي، ده مقاسي، ده عندي اطفال، هو انت اللي قصيره بس، ده ده عندي محيرات اطفال اهو يا جماعه. ده مقاس 16 عندي، ده مقاس 16 اهو، تشكيل ازدالات ام سمير. ما احنا بنقول في الدنيا كلها ان دي اسعار الجمله اهو يا جماعه، دي اسعار الجمله اهو، ده ليه حزامين، ده ليه حزامين، احنا بنقول ده اسعار الجمله. انا ما بطلعش قطاعي اساسا بالاسعار دي اهو يا جماعه، قطاعي في المعرض بره بيزيد بزياده عن عليه 30 قطعه، 20 جنيه 10 جنيه 15 كده على حسب هي القطعة بكام. ازدالاتنا بقى اللي مجننة الناس كلها. أم سمير بتقول لك أعرف الناس إن ده أسعار الجملة، لأن أنا واخدة الإزدال ب 200 ببيعه ب 220، يقولوا لي رام عرضها ب 190 جنيه. يا راجل لا، في الثلاث القصات الجديدة ب 200 هوريها لكم، والقصات القديمة ب 195. يا جماعة احنا كل والله ما بنستلم جديد السعر بيرفع علينا غصب عننا، انا مش عايزة اقول لكم والله فعلا الناس اللي ما خدتش يا جماعة ولسه الاسعار في زيادة. القديم ده لسه يعتبر مكافأة للناس، الاسدال اللي انا بعرضه لكم ب 95 تكلفته النهاردة 110، مش راضي اصنعه تاني، مش هنصنع ومجرد ما اساسا، يخلص من عندي هقول لكم خلاص باي بقى. باي بقى، هاجي ارفع عليكم السعر في اسدال صلاة 15 عليكم جنيه السلام حرام. حبيبة الرحمن، شايفين العظمة؟ بكام الاسدال المحير؟ ب 150 تقريبا، 150 يحيى ابو الاسم، المحيرات 150 اهو، 99 6 8 10 99 6 8 10. بصوا مقاساتنا في الاسدال الشكل ده 195 جنيه اهو، شايفين المقاس عامل ازاي؟ شايفين المقاس عامل ازاي؟ مقاساتنا تلبس ل 120 كيلو مرتاح، مقاساتنا تلبس 120 كيلو مرتاح. دي القصات القديمه، والقصه دي برده بالقصات القديمه 195 جنيه. عايزه افتح لكم لون حلو كده، لون الموف اهو اهو، وهوريكم القصات الجديده دلوقتي اهو يا جماعه. بصوا تحفة 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 اهو، ازدالاتنا مغيرة حياتنا، تحفة ومنه رسمة الدوائر كده، يعني احنا عندنا الرسمتين دول
الرسمتين دول ب195. كل سنة وانت طيب. ده الرسمة استاذ احمد رجب 195 جنيه. ايهاب منور معانا 195 جنيه. مازن وسلمى هندخل دلوقتي على القصات الجديدة بسرعة، بس بسرعة بسرعة عشان الناس هتنام مننا. اهو اهو شايفين مقاساتنا في الاسدال يا جماعة، اقسم بالله تلبس 130 كيلو. احنا ما بناخدش مقاس اسدال، شايفين نص الاسدال يلبس. ناس يا جماعة تلحق تجيب أهو. لان في تغيير وحركة اسعار جاية في رمضان ان شاء الله، مش هنعرف نسعر بالاسعار دي. انتوا حرين بقى، الجديد ربنا يستر. وربنا يستر. الجديد هيبقى باسعار مختلفة عادي. على فكرة التاجر عادي لما يجيب ويعين ويستنى ويعرض، او الزبون يشتري ويعين عنده. شايفين ده؟ مش هنعرف عنا نجيب. دي رسمة، دي رسمة اللي في ايدي، دي رسمة اهو يا جماعة. دي الرسمات القديمة اهي، بتصول المقاس بتاعنا طبعا غير اي مقاس في السوق. ملاحف، احنا مقاسنا مقاس ملاحف. فتح من هنا بقى بالملاحف عشان حاجة. معلش. العظمة ده برضو خلاص انت فاتحه بقى قبل كده، ما هم عارفينه بقى. ب 200 جنيه الرسمه الجديده اهي، ب 200 جنيه. نفتحها لكم بقى على الطبيعه اهو، 200 جنيه ده بقى السعر الجديد على طول اهو. اهو يا جدعان، بس حلو الاسدال ده. مقاسنا مقاس مش موجود في السوق، مقاساتنا في الاسدالات ملاحق. حلو الشريط اللي في النص ده، والطرحه شايفين تحفه طيجره حكايه. أوه. لا حلو الاسدال ده، شايفين تحفه 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 تحفه. عظمه على عظمه يا شناوي، عظمه على عظمه يا شناوي يا مجننهم. والعظمه ده مو مريم، مساء الورد اهو. شايفين مقاسنا؟ شايفين مقاسنا ده الجديد برضو؟ اه جديد اهو. 200 جنيه المقاس ده. لو انتوا لاحظتوا كان السنه اللي فاتت كنا عاملينه مقاس عرايس كده. بصوا مقاسنا السنه دي عامل ازاي، وحد هيفتكر من السنه اللي فاتت؟ لا فاكرين، ده نصوص اللي معايا من السنه اللي فاتت فاكرين والله، حتى فاكرين اسعار السنه اللي فاتت. بصوا الجمدان اهو، مقاسات محترمه ب 200 جنيه. طب يا نخلص بقى، الناس بدات تنام مننا. بصوا العظمه ده بقى اهو، بصوا عامله لكم الشريط الازرق في القصات الجديده، عامله لكم الشريط الازرق والوانات جديده يا جماعه. بصوا اللون ده، بصوا الموفي، الوانات جديده دخلناها في الشغل. سماح بتقول لك فاكرين، ادي واحده اهي. شايفين العظمه؟ شناوي ما بيهزرش. نيجي بقى على حته الدمار الشامل دي بقى، ده بقى كله تايجر وفي حته صوته زقنقنه عكس الاولاني. بصوا الجمدان. مسامح بتقول لي انت اللي عاوز تنام. لا والله انا مانيش فاضي، انا ورايا مشوار رايح بصراحه. محمد عايز يهرب. بصوا يا رجال اهو، بصوا بصوا الحته عامله ازاي، تحفه 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 حرفيا اهي. مقاس كبير اهي، جميع الاذواق في الاسدالات هنبهركم حرفيا، جميع الاذواق في الاسدالات هنبهركم. مسامير بتقول لك الاسدال التايجر كان ب 170 السنه اللي فاتت. طيب السنه دي ما فرقش كتير عن اللي فات، كان بقى لا فرق، لا فرق 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 برضه. هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ مش عارف. فرق سعره قماشه. دي الملاحف يا جماعه، دي الملاحف ما شاء الله قربت تخلص، في اشكال كمان. مفيش كاشات؟ لا في كاشات طبعا، كل حاجه في كل حاجه. انا بعرض لكم الجديد. دي برضو الملحفه اللي احنا مصورين عليها اهي، دي ملاحف مراسي يا جماعه، دي ملاحف مراسي ب 200 اهو. دكتور احمد جه من المنوفيه اهو، مساء الفل. أيوة. منور معانا يا دكتور احمد. ما حضرتش انت معانا اول اللايف، كانت بتشعر فيك ازاي؟ طبعا من الاسدالات موجود كميات يا جماعه، من الاسدالات موجود كميات. تيجي بقى البناطيل، البناطيل عندنا نوعين من البناطيل، النوع اللي ب 37.5 والنوع اللي ب 40 جنيه، الاثنين موجودين. الخامة اللي ب 40 جنيه خامة، بصوا تلبس أي مقاس، خامة فايبر مستوردة نظيفة جدا. من البرمودات عندنا نوعين، موجود كاشات طويلة يا أم هشام، اللي ب 35 والنوع اللي ب 25. عايز برمودة من أي سعر موجود. نيجي بقى لأطفالي، الموديل الجديد ده بقى، ده قطن في قطن يا جماعة 100%، دي حاجة كده قطن في قطن، قطن في قطن 100%، حاجة خامة محدش مسكها قبل كده، خامة نظيفة جدا. ده قطن يا جماعه، طقم شورت. محمد عرضنا طقم شورت يا جماعه،
عشان مريم كانت بتسأل، عشان مريم كانت بتسأل ده السنتين اهو. اهو ده قطن 100%، ده حاجة نظيفة جدا، حاجة لوكس. حفظة قنا، اهلا اهلا بالقناوية يا جماعة، منورين معانا. الصعيد الحتة دي حلوة قوي قوي قوي، استيراد تحفة. الحتة دي مقاساتها تحفة وخاماتها قطن 100%. البنطل الشورت قطن والبلوزة قطن ب 85 جنيه، حاجة نظيفة جدا يا جماعة ب 85 جنيه. حاجة عالية بقى. الرسومات تجنن حرفيا، رسوماتها كتير جدا. اه السري نفس اللون، ما هو شغل التصدير بيبقى كده اهو، السري كله نفس اللون بس المقاسات مختلفة. الخامة تحفة اساسا، يعني الخامة على ضمانتي يا جماعة، قطن 100%. الأقصر تمشي خروج، دي تمشي خروج اصلا، الحتة دي تمشي خروج ب 85 جنيه. والله ما نفسي اروح الا الأقصر. 85 جنيه مقاسات تحفة. في بناتي ما تمشي كده وتمشي كده بتهيألي. نقاشات تحفة، النقاشات كلها أفضل من بعض يا جماعة. أنا بس عشان إيه؟ في برمودا قط جامدة، السيمبا دي 85 جنيه، 85 جنيه، شغل عالي عالي عالي، شغل قطام عالي عالي، يجنن أي حد، يجنن أي حد. موديلات كتير جدا. تسلم دكتور أحمد، ربنا يبارك فيك. موديلات جامدة جدا جدا، أنا بحاول كده أوريكم كل الأشكال على قد ما أقدر. اهو ميكي ماوس، بصوا الشورت بتاع الميكي ماوس، قطن 100% يا جماعه. باشا طارق شغلكم تحفه، تحفه تحفه. 85 جنيه رسومات زي ما تقول. قول معانا برضه عرض الفستان اللي ب 35 جنيه. خلاص بقى ما اهو عشان الناس برضه تبقى عارفه. مقاسات يا جماعه زي ما انتم عارفين، في اسدال اطفال اتعرض، محمد السيد اتعرض الاسدال الاطفال. اه اسدال اطفال اتعرض يا جماعه. آه. هاتوا الله يبقى من الاول. ده عرض 39 جنيه، ده عرض 39 جنيه، ده عرض 39 جنيه والله. خامة كويسة ديزني حلو. 39 جنيه ده عرض ال 65 جنيه، ده عرض ال 65 جنيه. شغل جبتوا الحاجات دي امتى؟ كتر الدنيا. ده بقى عرض الكام؟ عرض ال 45 بس، ما عادش بناتي خالص، كل اللي متوفر من عروض ال 45 جنيه ولادي، البناتي فينش فينيتو، وما عادش هيتكرر تاني لان سعره رفع 15 جنيه عن ما كنا بنبيع. ماشي خلاص كفايه. نيجي بقى نكمل لكم كده الاستاد الفخمار وكام حاجه. لحظه ايوه بسرعه بقى للناس. ام يوسف نورت معاك. الاستاد الفخمار يا جماعه اللي ب 175 اهو، جبتوه اتباع ولا ايه؟ جبتوه اتباع؟ اه بنقص منه قصه تانية. بصوا ده الاستاد اللي بخمار اللي الجماعه طالبينه مننا بفضل الله. بصوا طوله ازاي البخمار ده مكسر الدنيا ان شاء الله. تنورنا دكتور احمد، عظمه على عظمه يا جدعان. بصوا اسدالنا غير اي اسدال، مقاسنا وطول الاسدال نفسه، شايفين طول الاسدال بسم الله ما شاء الله حاجه ثالثه، يعني يلبس اي مقاس فيك يا مصر. 175 خامه زبده، وبنعمله على نقاشات جديده، يعني في نقاشات جديده بتتعمل منه بناء على طلب الناس معانا. الواناته اهي، في الرسمه اللي هي دي برضو نوريها لكم. ما شاء الله الاسدال ده مكسر الدنيا معانا، شايفين دي الرسمه اللي احنا مصورينها لكم في الفيديو اللي هي الكاروهات دي، تحفه تحفه يا شناوي، تحفه تحفه حرفيا. شايفين الاسدال وشياكته فين؟ الكشات صبر نفس ام سامح، انت عارفه ام سامح اسهل تيجي. شايفين اسهل تقوم جاي. شايفين المقاس عامل ازاي؟ جايب نفسك وجاي على طول. على عظمه الاسدال اللي بجيبه يا جماعه، الاسدال اللي بجيبه. نيجي بقى العبايه دي، وصل منها قصه جديده، دي وصلت بكميات 110 العبايه. اه هناك هناك هناك. اه وصلت منها قصه جديده، الناس اللي هبلتني عليها كميات. قطعتين قطعتين، ما اجمل ابنائي، ده قطعتين جيبه والخمار فوق منها. القصه التحفه دي، القصه التحفه دي 79 جنيه، تحفه قصه تحفه 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 تحفه. القصه دي يا جماعه انا بسمع فيها ارقام النهارده، دي ب 85 جنيه، انتوا عارفين انا بشوفها النهارده فوق ال 120، معرفش ازاي. يا سلام الشناوي عندنا الزبده اقل اسعار في السوق كله، لف السوق كله وبعدين قبل ما تسال عن سعر الشناوي في الزبده. الزبده عندنا شويه زبده هم. الفيسكوز انا نزلت لكم رسومات الفيسكوز يا جماعه، رسومات الفيسكوز للناس اللي واخده اصدارات فيسكوز اهي يا جماعه اللي ب 190 موجوده النقاشات بتاعتها، ونزلت لكم كل النقاشات على الواتس. في نقشه برضه دي نقشات فيسكوز يا جماعه، فيسكوز تحفة. بصوا النقشة دي، فيسكوس ده نضيف يا جماعة، بيكشش ده. 190 جنيه تحفة تحفة تحفة.
مش هسيبك كل النقاشات بقى. لا انا هوريهم بس النقشه دي نزلت لهم النهارده، نزلتها في كام نقشه احنا نزلناها جديد. نص قطن او فسكوز، نص مفيش نص فسكوز. انت كنت احنا كنا اتكلمنا عليها هنعمل، هنعمله ان شاء الله يا جماعه. كل حاجه بتتعمل والله، بس ادونا كده في شحن اي مكان في الدنيا ان شاء الله. الكاش التحفه ده اجمل ابنائي، في شحن اي مكان. الكاش ده التحفه ده ب 60 جنيه، ده منه رسمه الطيور. بقى بكام بقى النهارده بقى بالسعر الجديد؟ لا بالسعر، بالسعر الجديد. لا النهارده بنتكلموا ب 75. 75 معانا برضو الموديل ده، ده عظمه. ده منه المنقط تقريبا، المنقط خلص لسه منه التايجر. التايجر يا جماعه كميه جديده مفتوحه النهارده. الكاش التايجر بتاعنا ده، بصوا الكاش التايجر بتاعنا عظمة. الناس نامت على فكره، عظمه وسابتنا ومشت اساسا اهو. بصوا الجمدان، بصوا تقفيله عامل ازاي، بصوا تفاصيل. يا جدعان البيجامات فين؟ 75 جنيه. هوريكم البيجامات، هوريكم البيجامات. شايفين، شايفين التحفه ده، تحفه 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 تحفه. الشحن يبدا من 3 ديسات. تشكيل العبايات، جميع انواع العبايات يا جماعه موجوده. عبايات الرقصات دي اللي مكسره الدنيا، اهم حاجه الرقصات مكسره الدنيا معانا قسما بالله، مكسره الدنيا معانا حرفيا. العبايه الفرافير مش عارفه مين بيقول عبايه تحفه، دي تحفه حرفيا. مقاسها تلبس اي مقاس بالفرافير بتاعتها، بالفرافير بتاعتها يا جماعه تحفه. العبايه دي 110، عبايه زبده تحفه التحف. 85 جنيه العظمه دي، 85 جنيه. كملوا احنا موجودين. ودكتور احمد بيقول انا لسه معاكم. انت داخل متاخر يا دكتور احمد، انا واقف بقالي ساعه. ايوه. ومعانا العظمه ده برده، كل تشكيل الزبده يا جماعه، كل تشكيل الزبده بتاعنا 85 جنيه، 65 جنيه. الناس مش مصدقه ان احنا بنبيع ده ب 65 جنيه. لا بنبيعه ب 65. 65 جنيه يا جماعه، 65 جنيه. الكاش القصير من قدامه طويل من ورا اهو، وعاملين له فتحتين من على الظهر، تحفه اصلا. 65 جنيه. يعني لسه الناس مش متوقعه عروضه الصيفي، بس هيتفاجئوا بقى في عز الموسم بقى، هيتفاجئوا. ربنا يستر. الحمد لله احنا يا جماعه على اسعارنا بفضل الله الحين نفاذ الكميات بفضل الله. العبايه التحفه دي 75، ودي العبايه الفله اللي الحمد لله على السلامه يا دكتور رامي. عليها الكاش اللي ب 7 20 ونص. 20 ونص يا جماعه الكاش اللي ب 27. تعرضي بقى البيجامات دي كده بسرعه. دي شكل اشكال بيجامات اللي ايوه 85. ايوه على طول بقى. على طول البقرتين الجامدين دول، البقرتين اهم. الغزاله رايق. الغزاله الميكي، الميكي ماوس. اطلب انت يا دكتور احمد واحنا هنبعت لك الحاجه اللي انت عاوزها. وبرده في الموديل ده، دي برموده، دي برموده يا جماعه. الموديل ده برموده، ده حلو قوي منقط. استنوا كده، ده برموده، ده موديل جديد احنا ما عرضناهوش قبل كده اصلا. ما بيقعدوا يطلعوا شوف ويحطوا من غير ما نعرضه اصلا. ده حلو قوي الموديل ده يا جماعه. بصوا تحفه 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 تحفه. موديل البرموده العظمه ده تحفه، ده تحفه وخامته تحفه يا جماعه، تحفه حفيا. خامته تحفه، فول لكره كده، قطنيه تقيله. ده بشهاده ضمان من الشناوي، ده حلو قوي تحفه. عايزين نجيب شهادات الضمان ونجيب الاختام. ونجيب الاختام بقى بتاعتنا. الغزاله الواحده دي 85. موديل السليب القمر ده، ده الناس كلها شافت الموديل بتاع الغزاله ده على فكره. ده الموديل التحفه ده جديد برده. معانا برضو الموديل ده، معانا برضو الموديل الميكي ماوس ده. ده كل اشكال الميكي ماوس انا منزلها لكم بسرعه على طبيعه تليجرام. السنجل لكرا، السنجل لكرا يا جماعه اللي ب 180 جنيه. سنجات الخروج اللي بكم تحفه. احلى حاجه شغل الشنط، ان انت شغل الشنط المستورد ده في الشغل تحفه. تسلم يا حاج سيد. ده ب 100 جنيه يا جماعه، يلبس ل 100 كيلو اكتر، ده يلبس ل 100 كيلو اكتر. بصوا اشكاله تحفه، شغل كيس شماعه، شغل كيس شماعه يا جماعه، شغل كيس شماعه. وكل ده في شنطه. صحيح انا هخلي الشهادات عليك يا دكتور احمد. شايفين العظمه؟ الحته دي تحفه حرفيا. يلا لسه الرجالي. الرجالي في قصه جديده دخلت من الرجالي، هنتفرج عليها مع بعض. بصوا الكم عامل ازاي، الكم فراشه. بصوا الخامه تحفه اصلا. بصوا لكرة الخامة عاملة ازاي يا جماعة. بصوا الخامة تحفة. الخامة دي بيسموها ايه يا محمد؟
حلو هي حلو الخامة الجديدة اللي هي حلو. هبقى اسأل، جيبي شهادة ضمان من الشمال هبقى اسأل خالص وهبقى اسأل. ب 100 جنيه. رسمة طبعا النجوم القمر دي، الخامة المستوردة اللي بتبقى أبيض من جوه زي ما فهمتكم، ب 100 جنيه البيجامة المستوردة تلبس ل 110 كيلو. التونيك الجامبو الأمهات 110، البرمودة على الخامة المستوردة بألوانها يا جماعة 95، الإسدال الأمهات، سمعنا الدنيا الإسدال ده. الإسدال الأمهات الجامبو يا جماعة، ده زبدة، ده إسدال زبدة 135 جنيه الإسدال الزبدة العظمة ده، مقاسه ضخم يا جماعة، مقاسه كبير يلبس ل 120 كيلو، تحفة طبعا حرفيا تحفة. معانا الشكل العظمة ده برضو بألواناته زي ما انتوا شايفين 100 جنيه. لا نيجي مش بقى مزاريطة، لا بقصات مش مزاريطة، الترنجات القصة خامة الجديدة تانية. للتبيع معانا القضيضة، مرودي اتأخرت علينا يا مرودي. القضيضة اهو يا جماعة، القصة القضيضة في العظمة دي، بصوا نتفرج على القضيضة مع بعض، بصوا الشياكة، بصوا الشياكة، بصوا الترنج الرجالي ده بقى ما عملليش منه 3 اكس، لا ده انا هعلق. بصوا بصوا الخط اللي في الظهر ده تحفه تحفه تحفه، قصه القضيضه دي بخلص عظمه، بس وانا هرن عليها. قصه القضيضه دي عظمه. ظبطها يا محمد، قصه القضيضه ظبطه دي عظمه والله لو كنت هنا، بس يلا بقى تحفه. حظ نزل القضيضه ده مقاس اكس لارج، في اكبر منه نمره واصغر نمره، مقاساتنا زي ما انتم شايفين في الرجال، انتم طبعا عارفينها، خاماتنا انتم عارفينها، خامات تحفه 185 جنيه. بيجي لك السري ثلاثه، انا واخده طبعا لون منها، بيجي لك السري ثلاثه اهو في الالوان كلها زي ما انتم شايفين، النبيتي، التركواز، الكحلي، الرمادي، الاخضر، الاصفر، الاصفر، كل الالوان. وعندنا القصه الثانيه اللي هي العظمه دي بقى، هذه الحته كده مفتوحه اهي الحمرا اهي، دي قصه ثانيه يا جماعه 185. اللي عايز ترنجات رجالي، ثلاث قصات اجمد من بعض في المكان. دي تاني قصه اهي، تاني قصه اهي اللي فيها قصات من على الجنب، في قصات كده من على الجنب. خامة الترنج ايه؟ دكتور قطن، ميلتون يا جماعة، ميلتون يا دكتور احمد. تالت رسمة دي المايك، ما تدورش ورانا يا دكتور احمد في تمر الخامة، ميلتون قطن خصوصا في الرجال اللي انا متوص بيه. تمر ميلتون قطن، حاجة هي خامتها قطنية تحفة اصلا اهو. ده رسمة المايك، يبقى معانا اديداس ومايك وبوم، والرسمة التانية اسمها ايه؟ البارس دي، باريس، باريس. ثلاث رسمات اجمد من بعض المفروض، يعني الترنج الرجالي ثلاث رسمات اجمد من بعض. كان عملها بوما بقى، ما كانتش باريس المفروض. معانا برضو الموديل ده، موديلات زي ما تقول، قول البيجامات عندنا وضع تاني، كميه بيجامات تكفي الدنيا كلها اهو، كل ده تشكيل بيجامات، كل ده تشكيل بيجامات، كشات قطن. معانا برضو الموديل ده، بسم الله ما شاء الله، كميات القطنيات قربت تخلص اساسا، كميات القطنيات قربت تخلص. الناس بقى اللي بتسال على عنواننا، مش هنوري نجوى النجار العبايه اللي لسه، العبايه السمراء، عشان بس ايه العبايه السمراء اللي لسه موجود، سكه 6 ل 7 8 قطع اللي هي دي يا جماعه، اللي هي الرسمه اللي انا بعتها لكم الفيديو على قناه التليجرام، دي الرسمه اللي لسه موجوده اهي يا جماعه. اللي ما لحقش بقى، هو ما عادش غير سكه 6 7 8 قطع يعني، اللي موجود من اولادي وداخل اولادي تاني، الاولادي داخل تاني يا جماعه يوم السبت، شغل العيد هنقرره تاني يوم السبت. توينز ده موجود، التوينز ده موجود، تري واحد من البدله دي وداخل تاني يوم السبت او الاحد، يعني الشغل في الطريق ان شاء الله داخل منه تاني. احنا طبعا تحت امرك يا دكتور احمد، البدله اللي قبلتنا عليها الولادي داخله برضو يوم السبت. اللي عايز بقى سيرهات اطفالي، ده الشغل الموجود لسه، التوينز بالقط ده برضو مش عارفه اطلعه مع الشغل، مش مشكله بقى نبقى نعرض الاطفال بقى كمان. يعني 333 من كل حاجه، والبدله الجينز داخله اول اسبوع، اللي عايز البدله الجينز يبعت لنا. الناس اللي بتسال على عنواننا، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاجي الشناوي، ارقام الفودافون كاش، قبل اي حاجه حول عربونك وابعت اوردرك. الناس اللي بتنورنا فاتحين الجمعه بعد الصلاة، والسلام عليكم.